منتخب النسور يحجز مكان ليلعب في الدور النهائي بعد مباراة ماراثونية، ولكن نيجيريا بتاريخها بأرشيفها منتخب نيجيريا تمكن من حجز بطاقة الفاينل بعد مباراة كانت كبيرة، بعد مباراة طويلة. منتخب البافانا يستحق الاحترام. هو نيجيريا هذا المنتخب العريق جدير بأن يكون طرف في الدور النهائي. بافانا في النهائي صغير في ملعب فيليكس بوني، والنسور في ملعب الحصان وترى من هجر النهائي الكبير في انتظار الارج وختام هذا اللقاء. هذه تحياتي، ألقاكم في مواعيد قادمة، دمتم بسلام وإلى اللقاء. أما الآن عودة إلى الأستوديو التحليلي مع أحمد فؤاد.